يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نرى على بعض الإعلانات التي تكون على أغلفة الأشرطة لبعض الدعاة رسوماً كالأنهار والزروع إذا كان الحديث عن الجنة، ويرسمون ظلاً يزعمون به محاكاة ظل الشيطان إذا كان الكلام عن شر، فهل هذه الأفعال جائزة؟ لا، هذه ما هي بجائزة، هذه فيها بيان لعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. الجنة ما يعلمها إلا الله، والنار ما يعلمها إلا الله، ألا يجوز أن تصور على ورق النار أو تصور الجنة أو الصراط، مثل ما يوزع الآن ورقة وتحط في المساجد فيها صورة الجنة وصورة النار وصورة الصراط وما أدري كيف، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز أبدا، وهذا من الجهل. نعم.